نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. وأعرب الرئيس السيسي في برقية التهنئة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لقداسة البابا تودروس الثاني ولجميع الأخوة الأقباط، مشيدا بقوة تماسك النسيج الوطني للشعب المصري بكل أبنائه على مر التاريخ، داعيا الله العلي القدير أن يديم على مصر أعيادها وانتصاراتها وعلى شعبها نعمة التآخي والترابط التي تجمع بين أبنائه مسلمين وأقباط، وأن يوفق الجميع لكل ما فيه الخير لهذا الوطن العزيز. كما أرسل الرئيس السيسي برقيات تهنئة إلى أقباط مصر في الخارج نقلتها السفارات والقنصليات المصرية حول العالم. بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ببرقية تهنئة لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة. وفي برقيته أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن تمنياته للمصريين جميعا بمستقبل واعد في ظل تآلف نسيجه وتلاحم الروابط بين أبنائه، وذلك بقيادة حكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة. وفي برقيته أعرب رئيس مجلس النواب عن تمنياته بأن يديم المولى عز وجل على مصر وشعبها العظيم أواصر المحبة والتآخي والوئام، مؤكدا التقدير الكبير لجهود البابا تودروس الثاني في ترسيخ قيم التسامح والمحبة بين جموع المصريين. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية التهنئة لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة. وأعرب الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي في برقيته عن اعتزازه واعتزاز القوات المسلحة بمواقف البابا تودروس الثاني الوطنية التي تؤكد دوما أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعه وطن واحد وأمال واحدة في بناء مصر وتاريخها الزاخر المجيد. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة لقداسة البابا تودروس الثاني بالمناسبة ذاتها. أقامت الطائفة الإنجيلية الاحتفال الرسمي بعيد القيامة المجيد وذلك بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية. تضمن برنامج الاحتفال الصلاة الافتتاحية ومجموعة من الترانيم بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر الدكتور القس أندري زكي وقيادات الطائفة والضيوف والمهنئين من قيادات الدولة والشخصيات العامة. جايين نقول للإخوة الأقباط كل سنة وهم طيبين بمناسبة عيد القيامة، نسأل الله عز وجل أن هو يديم علينا الأخوة والسلام وأن ينعم على أمتنا بالاستقرار دائما، اللهم آمين. نهني المصريين كلهم ونقول يا رب اجعل أيام كل مصر كلها أفراح، ويبعد عن العالم الحروب والحاجات الصعبة اللي احنا بنشوفها دي. طبعا كل سنة وإخواتنا الأقباط بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد. احنا بنستغل هذه المناسبات ان احنا نتبادل التهاني ونشارك يعني بالحضور يعني وبكل أنواع المشاركة. ده بيعبر عن يعني ان احنا نسيج واحد، ومصر بلد المواطنة والحقوق بين المواطنين جميعا متساوية. والحقيقة يعني أنا شخصيا مواظب على حضور المناسبات الدينية لأن يعني بتجمعني بالإخوة الأقباط يعني علاقات طيبة. كل سنة وكل المصريين طيبين في أحسن صحة وفي أحسن حال. بنتمنى أن بركة أيام العيد تعم على كل المصريين في كل ربوع مصر، واللي يهمنا أكتر وأكتر إنها تعم على كل فقير وعلى كل مريض، على كل مسكين، على كل واحد في مشكلة أو في تعب. تكون الأيام ديت أيام بركة وتكون سبب لفك كربه أو ضيقه، وإن كل العائلات المصرية تعيد بفرح وسعادة.
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، حيث تقدم الرئيس السيسي بخالص التعازي والمواساة في وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان. هذا وقد توجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالشكر للرئيس السيسي على الاتصال، معربا عن تمنياته لمصر بالخير والأمان. تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة شرم الشيخ، واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد الذي بدأ تشغيله تجريبيا، مشيرا إلى أنه يحرص من خلال الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات على التعرف على أرض الواقع على معدلات تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات، سعيا لسرعة دخولها الخدمة بما يسهم في رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين من خلال هذه المشروعات التنموية والخدمية. عقب ذلك تفقد رئيس الوزراء ومرافقو وحدة الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، كما تفقد المركز التكنولوجي بالمحافظة ومركز خدمات مصر ثم الحديقة المركزية. تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مشروع واحد تجلي للزيوت العطرية والأعشاب بمنطقة رأس كيندي بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء. وخلال تفقده أرجاء المشروع استمع مدبولي إلى شرح حول المشروع الذي يستهدف تعريف السائح بالنباتات العطرية والأعشاب الطبية التي تتميز بزراعتها محافظة جنوب سيناء وأهم المنتجات التي يتم تصنيعها من خلال هذه النباتات والأعشاب. هذا وتفقد مدبولي اصطفاف أسطول المعدات والسيارات والأجهزة الفنية الخاصة بشركة النظافة زهرة سيناء وبرج مراقبة الطيور المهاجرة ومنطقة بحيرات الأكسدة وقرية تراثية ومضمار الهجن ومركز الرصد الأمني الموحد. شارك وزير الخارجية سامح شكري في الدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامية المنعقد في مدينة بنغول عاصمة غامبيا نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وخلال كلمته بالقمة أكد شكري إدانة مصر للعدوان الإسرائيلي على غزة، وثمن الدور الذي تطلع به منظمة التعاون الإسلامي لتشكيل جبهة لدعم القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة الضغط لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة. وأكد شكري أن مصر وفرت النصيب الأكبر من المساعدات إلى قطاع غزة، منوها إلى أن إسرائيل تفرض الحصار والعقاب الجماعي وتضع العراقيل غير القانونية أمام النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات. وطالب شكري بوقفة حاسمة ضد أوهام تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة. كما طالب شكري خلال كلمته بتحقيق السلام الدائم والعادل عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشددا على ضرورة التصدي الحازم للمعايير المزدوجة بشأن الأزمة في قطاع غزة. جدد وزير الخارجية سامح شكري موقف مصر الثابت الداعم لمسار الحل الليبي، مشيرا إلى مواصلة القاهرة لجهودها في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء الليبيين. وكذلك خلال اللقاء عقده شكري مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني على هامش فعاليات قمة منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في غامبيا. كما أكد شكري دعم مصر لدور المؤسسات والحوار الذي تستضيفه جامعة الدول العربية بين المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وبما يهدف للوصول إلى تفاهم بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت وتحت إشراف حكومة موحدة. ومن جانبه أشاد المسؤول الليبي بما تطلع به القاهرة من دور محوري لحل حالة الأزمة الليبية، وبما يعكس الحرص المصري على تقديم كافة أشكال الدعم للجانب الليبي. أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن تطلعه لنجاح الجهود الرامية لتثبيت الأمن والاستقرار في السودان وتحقيق تطلعات الشعب السوداني. جاء ذلك خلال لقائه نظيره السوداني حسين عوض على هامش أعمال مؤتمر القمة الإسلامي بالعاصمة الغامبية بنغول. تناول اللقاء أبرز التطورات التي تشهدها المنطقة ولا سيما الأوضاع في كل من قطاع غزة والسودان. كما أعرب الوزيران عن تطلعهما لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودفع سبل التعاون بين الجانبين في كافة المجالات.
أكد وزير الخارجية سامح شكري رفض مصر مجددا لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري للشعب الفلسطيني والاجتياح العسكري البري لمدينة رفح الفلسطينية، وجاء ذلك خلال لقائه بنظيره الباكستاني محمد إسحاق دار على هامش مشاركتهما في مؤتمر القمة الإسلامي في بنغول لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد أهمية العمل المشترك لتجنب ازدواجية المعايير داخل المنظومة الأممية ومجلس الأمن نتيجة تبني بعض الدول لمعايير مزدوجة تجاه القضايا والأزمات الدولية وخاصة القضية الفلسطينية. كما اتفق الوزيران على الحفاظ على وتيرة التواصل والتنسيق المشترك ومتابعة مقترحات وبرامج التعاون الثنائي مع استمرار التشاور حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الإيراني حسين عبد اللهيان الرفض الكامل لقيام إسرائيل بعمليات عسكرية برية في رفح الفلسطينية، لما ينطوي عليه ذلك من تعريض حياة أكثر من مليون فلسطيني لخطر داهم. وشدد شكري خلال لقائه بنظيره الإيراني على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي في بنغول على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة واستمرار نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل كامل وآمن ودون عوائق. كما حرص شكري على إطلاع نظيره الإيراني على الجهود المصرية التي تستهدف الوصول إلى هدنة تسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين وصولا إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية للشعب الفلسطيني على النحو الذي نشهده أمر غير مقبول، وجاء ذلك خلال لقائه بوزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مرسودي على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقد حاليا في غامبيا. وأعرب شكري عن التقدير المصري للموقف الإندونيسي الداعم للقضية الفلسطينية في الأطر والمحافل والمنظمات الإقليمية والدولية. أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مسؤول في حركة حماس بأن مفاوضي الحركة وصلوا إلى القاهرة لإجراء محادثات مكثفة بشأن هدنة محتملة في غزة ربما تتضمن إعادة بعض المحتجزين لدى حماس إلى إسرائيل. هذا وأفاد مصدر مسؤول رفيع المستوى بأن هناك تقدما ملحوظا في مسار المفاوضات، مشيرا إلى توصل مصر لصيغة توافقية حول عدد من النقاط الخلافية. أكد مجلس الأمن الدولي أنه سيعقد خلال الأسبوع الجاري اجتماعا مغلقا بشأن المقابر الجماعية في قطاع غزة بطلب من جمهورية الجزائر. هذا وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن المقابر الجماعية داخل مستشفيين في قطاع غزة، وهما مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة ومجمع الناصر الطبي بخان يونس. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كثفت القوات الجوية طلعاتها اليومية بالتعاون مع نظيرتها من دولة الإمارات لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة. ويأتي ذلك بالتزامن مع الجهود المصرية المكثفة للوصول إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار داخل قطاع غزة وتأمين استمرار تدفق حركة المساعدات الإنسانية لمعاونة الأشقاء الفلسطينيين وتلبية مطالبهم الأساسية. القضية فلسطينية تمس كل الإنسانية، عمرنا ما نضحي بيها مهما كان. يا قدسنا يا قدسنا يا قدس أقداس المنى. بالتزامن مع الجهود المصرية المكثفة للوصول إلى هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار داخل قطاع غزة
وتأمين استمرار تدفق حركة المساعدات الإنسانية لمعاونة الأشقاء الفلسطينيين وتلبية مطالبهم الأساسية في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة داخل القطاع، وتنفيذ لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. كثفت القوات الجوية المصرية طلعاتها اليومية بالتعاون مع نظيراتها من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة على شمال قطاع غزة. وذلك بالتزامن مع تنفيذ عدد من الطلعات الجوية اليومية لمواصلة أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الصديقة والشقيقة المشاركة بالتحالف الدولي. تستمر حركة المساعدات عبر معبر رفح للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.